أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أن الوزارة ستعمل خلال هذه المرحلة على تقديم خدمة جيدة بطريقة جيدة للمواطن المصري. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برامج الحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع تشمل برامج الدعم النقدي بجميع صورها والتأمينات الاجتماعية وما تقدمه الجمعيات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. كما أعلنت الوزيرة إضافة 50,000 أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال الشهر القادم، ليصل عدد من تم إضافتهم للبرنامج حوالي 170,000 أسرة في 3 أشهر، وسيتم الانتهاء من قوائم الانتظار قريباً.